القانون للمتهمين أجلت لهم الدعوة للدور المقبل، وده هيكون آخر أجل. يعني إن شاء الله ننتظر الجلسة القادمة أن المحكمة ستصدر حكمها ضد المتهمين. طب يعني مفيش الأهل والأسرة فين؟ أهل والأسرة موجودين هم من المتهمين، وسيكون إن شاء الله هناك حكم قاسي ورادع ضد هؤلاء المتهمين، علشان خاطر كل ما كل حد يفكر إن هو يرتكب مثل هذه الجريمة يفكر ألف مرة أن هناك قصاص عادل سيطبق عليه. طب معلش الكلام عن المحامية اللي هي المتهمة الثانية في القضية مش مشاركة في جريمة إن هي ما تعرفش مش مشاركة في ارتكاب جريمة، هل تعاقب بنفس العقوبة؟ يا فندم، من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، والشريك بيعاقب بمعاقبة الفاعل الأصلي. المتهمة طبقا لاعترافاتها التفصيلية الواردة بتحيات النيابة العامة أقرت أن هي اشتركت مع المتهمين وكان دورها استدراج المجني عليه لمسرح الجريمة الأول، وإن هي كانت متوقعة أنه سيتم قتل المجني عليه، لأن استحالة هيتم خطف المجني عليه وسرقته. للأسف يعني اللي أفقدنا الدم ده مين؟ ده راجل دكتور. وأكبر من كده من الدكتور ده إيه؟ ده دكتور، تمام؟ القاتل للأسف إنه طبيب. للأسف إنه نشأ إزاي؟ طب أزهر. ما قراش في دينه الإسلامي ولا تقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق. أكيد يعني. لكن النهارده في حاجات ورا القضيه للاسف النيابه العامه، وكنا بنوجه لها الشكر في اللي هي عملته في تحقيقاتها، مجرد ان هي جابت اسامه وسلمته لهم بعد رص الماده اللي المحكمه النهارده ما رضتش تثبتها لنا، وقالت ان شاء الله الدور الجاي. الماده ديت اللي هي الماده 233 ده بتقول ايه؟ ان اللي اشترك في عقوبه تمام وادى القتل بتاعها انه بالسم عقوبته بدل الدكتور رائد ده رئيس القسم بتاعهم. يا جماعه انا اعتقد ان الرائد ده في شبهات كتير بتحوم حواليه. ليه؟ الرائد ده هو رئيس القسم تحت ايده سبعه، اشمعنى اسامه اللي اتبعت من السبعه؟ ده رقم واحد. طب انت هتشك ليه يا استاذ بلال في رائد وهو بعت واحد من السبعه دول؟ هشك لانه لما راح يتسال في النيابه العامه فرمت جهازه لغايه يوم 14، يعني المحادثات اللي عنده اللي عاملها من يوم 3 من ساعه الاستاذه المحاميه اللي هي ايمان المتهمه الثالثه ما اتصلت عليه وقالت له ابعت لي واحد من عندك اللي هو قال لها اسامه، المكالمه دي مش موجوده. بمعنى كده ممكن يبقى في علاقه ما بين رائد وما بين احمد شيحته وما بين ايمان، وعلى اساسها خد كلم يا اسامه تليفون رائد. طب المكالمه مسجله على تليفون رائد، حتى لو هي المكالمه من تليفون مش بتاع ايمان ولا بتاع احمد شيحته، الا انه متسجل على مكالمه على تليفون مين؟ تليفون دكتور رائد. ليه يا دكتور رائد مسحت جميع المكالمات الصادره والوارده بتاعتك قبل يوم 14 اللي هم ده مين صاحبه ومين انتيمه في المعهد؟ هو القاتل الحقيقي في القضيه رقم واحد اللي هو احمد شيحته.